سمعنا من بعض السادة المقدمين أن من كان به ضيق أو قبض فليكثر من قول لا إله إلا الله بحيث لا يقل عن 5000 في اليوم إلى 10000، فهل تأذن لنا فضيلتك بذلك؟ أأذن لكم لأن النبي قال: خير ما قلت وقال النبيون من قبلي لا إله إلا الله. فهذه كلمة حق لخصت ما هنالك، وهي على رأس الأذكار. فلا إله إلا الله لها أثار عجيبة غريبة في القلب، ولذلك فأنتم مأذونون بها بالليل وبالنهار خارج الأوراد وخارج كذا. تلهج بلا إله إلا الله، تلهج بالاستغفار، تلهج بالصلاة على سيدنا النبي كما يحلو لك، لأن هذه هي الأذكار المعتمدة في طريقتك.